يا اهلا كل حضراتكم مره تانية. عندنا طبعا كلام كتير عايزين نتكلم مع حضراتكم فيه متعلق بماتش امبارح بين الاهلي وفيوتشر، وكمان متعلق بمنتخبنا الاولمبي. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. يا مساء الخيرات واهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك بخير. سافرت ولا قعدت بقى؟ لا والله قعدت. ليه كده؟ كل ليه بقى عادة. لقيت كل الاخبار اللي جايه من الساحل الشمالي انها زحمه اكتر من هنا. انا بكره الساحل عامه، مش الساحل خالص. لا فقلت خليني هنا رايقه بقى. القاهره انا بالنسبه لي القاهره فعلا احلى اخر جمال يعني. بعد ما الوحيده انك تروح اي مشوار نروح على شهر 11. ايوه نروح بقى في الشتاء ان شاء الله. اهلا بيكم مسيو جمال. انا هبدا معاك، طبعا عندنا ملفات كتيره جدا انا وكريم، وفي بعض الكواليس برضو عندي عليها بعض الاستفسارات، هروح طبعا لهذه النقاط كلها، بس خليني ابدا مع حضرتك بدايه من رؤيتك لمباراه امس. للبعض احزنوا النتيجه، قال لك انا مش واخد ان انا اتعادل، بعض الاخر قال لك يعني ما كان مستوى الاهلي ممكن ان هو يحقق افضل من كده بكتير. يعني الزعل مش كان في النتيجه على قد ما انت شايف انك كنت تقدر تقدم افضل من كده. على الصعيد التاني، ناس كانت قايله من قبل المباراه ان فيوتشر داخل مستقتل، حتى وان كان في تراجع في ارقامه الفتره اللي فاتت، لكن هو مستقتل واللعب بيكون غير دايما قدام النادي الاهلي. اكيد يعني شوف ازاي او شفت ازاي كل اللي حضرتك قلتيه ده ملخص وافي جدا للموقف بتاع المباراة. أول حاجة طبيعي جدا إن جماهير الأهلي تزعل إن الأهلي تعادل، حتى لو لسه واخد 500 بطولة المباراة الواحدة، ويمكن مارسيل كولر قال الكلام ده بعد ما كسب دوري أبطال أفريقيا. قال لك في أول مباراة هنلعبها بعد دوري الأبطال لو تعادلنا او خسرنا انا تعودت مع جمهور الاهلي انه لازم هيبقى فيه زعل. طبيعي. وكمان الظاهره المرتبطه انه بعد اي تعادل، الحمد لله ما فيش هزائم، بس بعد اي تعادل للنادي الاهلي بتلاقي المعسكر الاخر، والاخر ده بيلم بقى، يعني بيلم مجموعه من الانتماءات. ليه وليه وضربة الجزاء ليه والهدف تسلل ليه؟ التساؤلات دي كلها بتطلع، محدش بيقول طب الاهلي له هدف اتلغى. يعني انا بكلم حضراتكم على ايه؟ الناحية النفسية او السلوكية اللي ما بعد اي مباراة للنادي الاهلي. انما احنا مش هنعمل كده، يعني احنا مش هنقول انه في هدف واتلغى وفي ضرب الجزاء وفي يعني الكلام ده علينا اللي اصعب من ده بكتير. لان انت شغال برضو زي ما قلنا حتى في عز الازمات ايام دوري الابطال. فريق النادي الاهلي كان بيعاني في بعض المباريات، ومع ذلك قدر يتغلب على ده وياخد دوري ابطال افريقيا للمره ال 11. فنتكلم على انه الهدف الاستراتيجي او الكبير هو ان تفوز بالبطوله الايه الخامسه اللي هي الدوري، والهدف ده انت ماشي فيه برضه، حتى لو حصل يعني عصره زي ما بيقولوا او ازمه في الطريق فهي معتاده، والمهم انك تكمل يعني. فانا يعني رقم واحد بيهمني انه طبيعي جدا انه الاهلي النهارده لاعب مع مارسيل كولر 51 مباراة. 51 مباراة ده مش رقم سهل. لا 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 طبعا. وحقق اغلبه انتصارات، حوالي 38 مباراة. لم يهزم في الدوري المحلي. الهزيمتين اللي تعرض ليهم اثنين في دوري ابطال افريقيا، واثنين في كاس العالم للانديه، يعني مع مستويات اخرى اعلى من المستويات المحليه. ومكمل يعني النادي الاهلي مكمل لتحقيق الاهداف اللي هو بيرجوها يعني. على ذكر كولر امبارح، من ضمن الحاجات اللي وقف عندها، وكنا عرضنا انا ونهاوند جزء من المؤتمر الصحفي، وقف عند تفصيله وقالها بشكل فيه تعميم شويه، وما كانش بيتكلم عن واقعة ماتش امبارح بالتحديد قد ما كان بيتكلم عن المبدا ذات نفسه، فكره اضاعه الوقت، فكره ادعاء الاصابه، وهو شايف ان دي حاجه هتاثر على مستوى كره القدم اصلا في مصر.
تمام وده حقيقي. الى اي درجه تتفق معاك؟ شوف كل اللي هي مش عايز اقول ايه الخطايا بتاعه كره القدم بترتكب امام النادي الاهلي في مباريات اللي الفرق بتلعبها، اضاعه وقت، ادعاء اصابه، تمثيل، مع كل الاحترام بس هو ده الواقع اللي احنا بنشوفه، انه دايما كل هذه الظواهر السلبيه بتظهر قدام النادي الاهلي في المباريات. لكن في النهايه برضو لابد ان انت هتتعامل مع هذه السلبيات عشان انت مكمل ولك هدف معين عايز تحققه يعني. هو بس امر يعني زي ما كريم قال لازم نقف عنده او يعني طبعًا لافت للنظر طبعًا لازم بشكل نقوله شويه، والناس واخده بالها على فكره طبعًا. يعني مش مش ده اكيد مش ده بقى يعني. الاداء التمثيلي مش مقنع قوي كده كده الناس بطبيعه الحال. لا ده في ناس بعد ما اللعبه بتتلعب بتقع يعني بعد ما اللعبه بتنتهي في لقطات يعني امبارح خلاص حصل تلامس او حصل شيء، الطبيعي انك تقع في التلامس ده. طب لا هو نسي فيروح مكمل يقع بعدها عشان يبقى لكن في النهايه نقدر نقول انه فريق فيوتشر من الفرق برضو رغم غيابات العدد كبير من اللاعبين الا انه هو فريق قوي مش وحش يعني. لا عنده تكتيك بصراحه مش بيلعب عشوائي ابدا وبيلعب برضه بقياده علي ماهر مدرب يعني يمكن ده كمان رد على انه الناس بتقول لك ده اهلي به على اساس ان هو بيضم عدد من لعيبه الاهلي المعارين مش ذنبنا طب مش نعمل ايه مش عيب يعني لكن مش قصتنا والله. لكن في النهايه هو فريق يحترم بدليل ان هو النهارده في الترتيب الثالث يعني والسنة اللي فاتت نفس الحكاية برضو كان من المراكز الأولى فهو فريق قوي ويعد طبعا ده الهدف اللي هو الملغي بالتسلل يعني على أحمد عاطف الناس وقفت طبعا قدامه والخط والإشارة أعتقد يعني مساعد الحكم واقف في مكان يمكنه إن هو يشوف اللعبة افضل من اي حد وافضل حتى من الخط بتاع الفار والا ما كانش وبعدين رجع للفار كمان الحكم يعني البنا ما سابش الموضوع كده لا رجع للفار ولم يتجاهله يعني كلام محترم. احنا عندنا الاسماعيلي وعندنا الاتحاد وعندنا الزمالك يوم 13 طبعا فتره صعبه ودقيقه جدا للنادي الاهلي ومحتاجين تركيز بشكل كبير جدا وفكره ان انا اكون متالق في عدد كبير من المباريات بتاعتي ده بيدي ضغط اكبر على كولر وعلى اللعيبه ان انت تظهر بنفس المستوى لان دلوقتي احنا كنا بنتكلم ان ممكن الموسم اللي فات كنا بنزعل من خساره دلوقتي النادي الاهلي بيزعل وجماهيره من تعادل فالموضوع بيشكل ضغط اكبر بكتير ممكن الفتره اللي جايه نزعل لو احنا ما جبناش 3 4 اجوال في مباراه واحده تعرف الموضوع بيتطور تلقائي يعني فلا ضغط كبير ومباريات اصعب من بعض يعني ما اقدرش اقول ان الاسماعيلي اسهل من الاتحاد ولا الاتحاد اسهل بالعكس الماتش الاسماعيلي ولا الاثنين اسهل من الزمالك كله صعب طبعا. فخلينا برضو نقرا الفتره اللي جايه مع حضرتك شوفي حضرتك هو طبعا مباراه الاسماعيلي يعني يمكن الظروف شاءت بعد هذا التعادل ان تكون المباراه اللي جايه امام الاسماعيلي والاسماعيلي في وضع لا يحسد عليه طبعا وبالتالي المباراه من المتوقع انها تكون مباراه قويه جدا صعبه جدا صحيح. محتاجه هدوء في مواجهه اي مواقف على ارضيه الملعب حتى انا ملاحظ ان الدكتور عبد المنعم عماره وهو احد اقطاب النادي الاسماعيلي الكبار يعني بيطالب لعيبه الاسماعيلي ان هم يؤدوا المباراه بدون عصبيه لان شوف العصبيه اذا كانت هتبقى على النادي الاهلي فهتبقى كمان على النادي الاسماعيلي فهي في النهايه هي مباراه كره قدم لكن الفريقين عندهم هدف او حلم مشروع الاهلي عاوز يكسب عشان يخلص طبعا والاسماعيلي نفس الحكايه فهتكون مباراه قويه واتوقع بقى انه يمكن اللي احنا ما قلناهوش عن مباراه فيوتشر ان انت محتاج في فترات معينه او في فتره معينه دايما لمباراه تفوقك يعني الاهلي في المباريات اللي فاتت دي كلها انتصارات متتاليه وبشكل يعني عايز اقول ايه انه تيجي مباراه زي مباراه فيوتشر
مطلوبه مطلوبه جدا، تركز اكتر لان انت محتاج بعد كده في المباريات القادمه اللي هي هتتضمن كمان مباراه الزمالك، محتاج ان انت عايز تكسب الماتشات الجايه. فباذن الله يعني اعتقد انها هتكون المرحله الجايه. طب احنا ماتش فيوتشر ده المفروض يفوقنا. ايوه طبعا. في ايه بالظبط يعني؟ ايه الحاجات اللي حضرتك ايه ادركت ان انت بعد الماتش ده لا احنا محتاجين نشتغل عليها؟ محتاجين اول حاجه مساله استغلال الفرص او انصاف الفرص. يعني مباراه فيوتشر اكدت لنا انه النادي الاهلي بيوصل كتير، يعني لعيبه الاهلي بيوصلوا كتير، لكن الفاينل او الفينال لمرمى المنافس، لكن اللمسه الاخيره هي دي اللي مشكله بترجع احيانا. يعني في اوقات حسيت ان اللمسه الاخيره هي المشكله الاكبر في ماتش امبارح، ولا الميس باس ممكن يكون هو اللي مشكله اكبر؟ طبعا الاثنين، اصل الباص السليم بيخليك محتفظ على الاقل بالكوره، فبيحرم الفريق الاخر من الاستحواذ على الكوره. لكن اللمسه الاخيره مهمه جدا في ان هي بتغير لك نتيجه المباراه، فبتديك ثقه اكتر. يعني انت لما في لمسات معينه كده لو قدرت تسجلها بتغير نتيجه المباراه، وده بينعكس عليك انت كتيم، انك بتاخد ثقه في نفسك. وبعد ما كنت بتسعى للهدف الوحي الاول تبقى عايز الثاني وعايز الثالث وهكذا. فمساله انهاء الهجمات دي مهمه جدا. وانا مش مع الناس اللي بتقول ان كولر اخطا في التشكيل، ما احنا برضو خلينا واقعيين، التشكيل هو التشكيل اللي الاهلي بيكسب بيه، سواء هتبتدي بلعيب اساسي او تخليه في وقت ما تدفع بيه في وقت معين في المباراه. يعني هتلعب باحمد عبد القادر في الاول او هتلعب في الشوط الثاني او مش هتلعب بيه. يعني انت عندك زي ما اتفقنا قبل كده ان انت عندك مجموعه من اللاعبين قد يكون مستواهم بيتاثر شويه سلبا، لكن مش لدرجه ان انت تقول ان المدير الفني اخطا. ما دي لازم بقى انت عارف يعني اللي التعليقات اللي لازم بتتبع اي مباراه. هو يعني هو اولا زي ما شفنا ما الفش طبعا، يعني ما جابش تشكيل او ما جابش لعيب من بعيد وراح ملاعبه. اصل دايما فكره التشكيل في كل البطولات في كل المشاركات عاده فكره التشكيل اللي المدرب بيبتدي بيه الماتش عاده بيبقى فيه مساحه كافيه للاختلاف حوله في وجهات النظر. انت عندك 105 مليون ناقد رياضي كلنا متخصصين وكلنا فاهمين وكلنا في دماغنا تشكيل مثالي نموذجي من وجهه نظر لا والناس اللي بتتكلم عن براعه مارسيل كولر في عمل التشكيل هي تقريبا اللي بتنتقده صحيح. لو عمل نفس التشكيل هو كده كده بيعمل روتيشن، يعني مفيش مجال ان انت تنتقد. وبعدين هو انت عندك كمان مباراه كل 3 ايام، فمش هتقعد تلعب نفس التشكيل بنفس اللعيبه. هم لو ما كان هيتعب يعني الناس اللي بتنادي او بتطالب كولر ان هو يعمل تدوير للعيبه كويس، هو بيعمل كده اصلا بالظبط. يعني احنا لاحظناها حتى في الماتشات اللي فاتت. يعني هو النهارده دخل قندوسي مثلا بقى اصبح بقاله ماتشين او ثلاثه متواجد، لانه هو عارف امتى يخليه يلعب في ظل غيابات بقى معينه، ان في لعيبه هتمشي، ان في لعيب مصاب، فابتدى يديله الفرصه. واعتقد انه حد زي قندوسي مع الوقت بقى هياخد ثقة كبيرة جدا. اعتقد كده. انا عندي سؤال محيرني جدا. اتفضلي. ومنتهى الصراحة عايز الرد من حضرتك كالعادة يعني. اتفضلي. ليه الماتشات بتاعت منتخب مصر ما بتلاقيش نفس الاهتمام من ماتشات الاهلي؟ منتهى الصراحة. وعلى فكرة دي ظاهرة بجد، اقعد في كافيه، اقعد في البيت، اقعد في اي مكان، هتلاقي ماتشات منتخب مصر مش واخده الاهتمام لو ماتش الاهلي بيلعب. واللي عايز يزعل من كلامي يزعل، انا مش بقول رايي، ده واقع. وحتى المنتخب الاولمبي ليه كده؟ لسه اصل دايما الجماهير بتستجيب حسب يا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وجماهير الاهلي لما يلاقوا ما يرضيهم. طبعا. يعني بلاش كده، مش هقول يعني حضرتك ملاحظ الموضوع ده زي طبعا حاجه غريبه شويه الصراحه. حتى الاهتمام ده منتخب مصر
ما هو ده هيجي وده ما كانش بيحصل زمان. يعني مثلا عندك دلوقتي منتخب الاولمبي واصل دلوقتي الى المربع الذهبي او دور قبل النهائي لبطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد باريس. الاهتمام هيزيد. يعني انت في البدايه كانت بدايه مش كبير مش جامده قوي، تعادل مع النيجر، فطبيعي جدا الناس فقدت الاهتمام اكتر من اول مباراه قفلوهم يعني بدايتها كده. طب شكرا. الحمد لله لعيبه المنتخب برضو قدروا ان هم يعني يحيوا الفرصه بتاعتهم مره اخرى، وكسبوا تاني ووصلوا الى الدور قبل النهائي. هم كسبوا بس الاداء ليس الاداء المطلوب. الأداء يعني انا في البطوله دي يهمني اكتر النتيجه لان هي النتيجه اللي هتخلي الاداء اللعيبه تاخد ثقه في نفسها. هو انا المفروض ادخل البطوله ما عنديش ثقه في نفسي؟ لا طبعا المفروض. المفروض ده اصلا امر بديهي يعني. الثقه هتزيد. ايوه هي اللي حاصل دلوقتي ان هي الثقه، لا الثقه بتزيد مع النتائج. يعني فرق كتيره ومنها طبعا المنتخب الاولمبي ممكن في بدايه المباريات بتاعته يتعرض لاشياء معينه تاثر عليه وعلى النتيجه. يعني ما هو مش طبيعي ان انت تتعادل مع النيجر. ايوه ثقه اللعيبه بتزيد مع النتائج والانجازات، لكن في المقابل يعني الاداء اللي غير جيد برضه، ثقه ومتابعه ورضا الجماهير مرتبط اكتر بالاداء. ايوه طبعا الاداء يعني لو شافوا ما يرضيهم حتى لو الحظ كان معاند وما كسبوش بنوجد بقى ايه 100 مبرر بنفوتها ما بنوقفش عندها. والله ثقه الجماهير وتأييدهم وتشجيعهم بتيجي من الاثنين، من النتائج ومن الاداء. لانه انت يعني ثقه الجمهور مش هتجيلك لمجرد انك بتلعب حلو وخرجت. يعني معلش هي الجزئيتين مطلوبين جدا يعني. واعتقد ان ده هيزيد مع الوقت ان شاء الله. نتمنى ذلك لان نستحق. هو سؤال محير يعني. بس احنا بنحاول بقدر الامكان. ايه السؤال المحير؟ اللي هو اللي حضرتك قلتيه اللي هو ليه الجمهور مش راضي او مش راضي أو مش متابع. لا انا هجيبها لك حتى مش على كره القدم. كره اليد من سنين الناس ما كانتش متابعاها. مع النتائج والاداء الكويس ابتدت الناس تركز، ابتدت الناس ترجع. كاس الامم الافريقيه منتخب مصر لما ايام كابتن حسن شحاته الناس كانت متابعه. ما كانش في حد ما بيتابعش ما كانش في حد ما بيتابعش. هو ليه؟ ما عشان الاداء حلو والنتائج حلوه والاداء طبعا. ما انا قلت الاداء الاول عشان الاستاذ كريم يعني ما عشان يبقى مرضى. لا لان هو دي الحقيقه. هو الناس لما بتتفرج او بلاش كده انت انا لو ما اتفرجتش خلي بالك يا استاذ كريم وسمعت الناس مبسوطه انا احاول اجي اشوف الوضع. بالنسبه للمنتخب عموما ليه خصوصيه شديده طبعا. يعني انت لما بتكون بتنتمي لنادي بعينه وبتشجعه والنادي ده لم يوفق ده وضع، لكن المنتخب توقعاتنا ليه وعشمنا فيه طبعا اكبر بكتير من اللي حاصل في الفتره. بس اللي انا عايز اطمنكم يعني اطمنكم عليه ايه؟ انه ده مش معناه ان الناس متجاهله المنتخب. هي الناس ناسيه المنتخب لانه ما كانش فيه اصلا الفتره اللي فاتت ارتباطات كتيره. مع ظهور الارتباطات اتفرجي على الجمهور هيبتدي يبقى ايه مهتم اكتر يعني باذن الله. طيب بالنسبه لان احنا بنلعب دوري 10 شهور عادي جدا. على فكره ده بقى سبتمبر لاخر يوليو السنه اللي بعدها. وعلى فكره ده اللي بقى العادي يعني في جيل اتولد عارف طبعا وعدت 9 شهور بقى لنا سنين يعني كده. طب ما هو ده اللي بيحصل في اوروبا وحتى اتكلمنا عن الدوريات العربيه اللي هم كانوا 7 منهم مصر خلصوا واحنا لسه طبعا. فيعني ايه بقى ونضم كاسين في بعض. مشكله الدوري انه لازم يبقى عندك جدول محترم ما فيش حاجه تاثر عليه الا الارتباطات القاريه او الدوليه. بس على الاقل احنا عارفين تقريبا الخريطه الكرويه الافريقيه بنبقى عارفينها من بدري. ايه بقى مشكله ان انت تحط جدول وتلتزم بيه؟ مشكله تنظيميه بحته مش مشكله. طب هي المشكله دي غير قابله للحل؟ لا بدليل ان احنا بقالنا سنين في نفس الحل. لا هي لو غير قابله للحل يبقى مفيش داعي من وجود اتحاد الكوره ولا رابطه.
ولا رابطه الانديه. امال يعني ما هو برضو انا مخي مش هيستوعب ان في مسؤول يكون في مكان او في بوزيشن وفي ايده الحل ومش راضي يحل، برضو انا مش قبلاها. ففي حاجه احنا مش فاهمينها يعني، مش عارف معقوله يكون مش عارف بدليل اصل هو مش جيل واحد ده، كذا كذا اسم عدى على الاتحاد. يعني اصبحنا نتعرض لانتقادات، لسه شايف انا على السوشيال ميديا لقطه من استوديو تحليلي في احد القنوات العربيه، في اكثر من شخصيه بيتكلموا فعلا بينتقدوا الدوري المصري. ليه بقى؟ لانه المفروض انا بحط جدولي، ما اقبلش بطولات بعد ما اعمل الجدول. يعني مثلا ما يجيش حد كده يطلع في دماغه ان هو هيعمل بطوله فانا اروح على طول الغي الدوري والغي مش عارف ايه واجله. انا المفروض احترم مسابقتي. في الاستوديو التحليلي ده كانوا بينتقدوا الدوري المصري عشان كده، انه زي ما قالوها حتى باللغه يعني، انه الاتحاد اللي مش عارف يعمل روزنامه او جدول او حاجه ملتزم بيها يبقى في مشكله. وبعدين انا الحقيقه مش شايف في المشكله الكبيره قوي دي، يعني مش هقول بقى دلوقتي. احنا زمان واحنا صغيرين كان الجدول بتاع الدوري ده بيطبع من اول الموسم وبيتوزع مع الجرايد والناس بتاخده وتسجل النتائج. اعتقد يعني انه ده كان شيء معروف. احنا مشكلتنا دلوقتي ان اي حاجه اهم من الدوري. واحد هيجي يقول لي طب ما هو اذا عمل كده طب ما النادي الاهلي هيبقى اكثر المتضررين. لا، النادي الاهلي ماتشاته بتتلعب في اوقات معينه، او الزمالك او بيراميدز او فيوتشر في البطولتين الافريقيتين، فمعروف مواعيده. المفروض بقى بعد نهايه يعني انا واحد من الناس مش حابب ان الاهلي يبقى متاجل له خمس ست سبع ماتشات. طبعا ده ضغط عليه برضه، ضغط عليه هو كمان كنادي انت بتستنزفه. لكن المفروض توجد، يعني ايه توجد؟ تحاول انت تلاقي الميعاد اللي تلعب فيه الماتشات المؤجله اول باول، يعني ما تبقاش كلها كده ورا بعض وما بينهم كل يومين ثلاثه بين كل ماتش، يومين ثلاثه. لا، توجد له في ايام كتيره في السنه بنلاقيها فاضيه، ولا بيلعبوا دوري ولا بيلعبوا حاجه. فنرجو ان هو المسؤول حاليا عن الجدول استاذ الحاج عامر حسين، مش هنقدر نبخسه يعني حقه، بس مطلوب مزيد من الاهتمام ان شاء الله بوضع الجدول والالتزام بيه. يعني ايه تاني محتاج يتعدل؟ في ايه؟ في المنظومه بشكل عام. ده سؤال كبير قوي. في المنظومه ككل. احنا قبل كده اتكلمنا عشرات المرات عن التحكيم، وكلمنا عشرات المرات عن تلاحم المباريات. يعني ايه تاني في راي حضرتك يستحق التعديل؟ شوف، هو اهم حاجه برضو الموضوع المدربين، تغييرات المدربين، لان هي اتحاد الكره بدا التعديل فيها لما حط نظام اذا المدرب ساب فرقته بقراره بارادته ما يقدرش يدرب غير مره واحده كمان. موضوع المدربين الشغالين دول رايح جاي دول، بتتكلم على المنتخب والانديه ولا؟ لا، بتكلم على الانديه. انا بتكلم على الانديه، لازم يبقى فيها وقفه، لازم يتعمل لها نظام. واتحاد الكره عمل النظام ده على فكره وما قدرش يطبقه. ليه؟ ما اعرفش انا والله، ما اعرف يعني. هل ضغوط؟ هل ما بيحبوش يزعلوا حد ولا ايه؟ في كمان نقطه اللي هي اساسيه جدا، اللي هي آفة من آفات الرياضة المصرية والكرة المصرية. تضارب المصالح. دي نقطة ما ينفعش أبقى مذيع ومحلل ورئيس ونائب وأي حاجة. النقطة دي برضو ما هي دي نقطة ناس هتزعل مننا. ده كتير. ناس هتزعل مننا، بس الحقيقة أنت بتكلمني على جزئية إيه؟ إيه اللي أنت شايف إن هو محتاج تغيير؟ ده محتاج تغيير طبعا. ما حدش يقدر يقول انه
انا قايم. ده كان زمان لما فريد شوقي بيعمل فيلم بيقوم بيعمل منظرين بس، يعني بيقوم بدورين، انما يقوم بست ادوار لا، ده كده عماره. بتكلم على تضارب المصالح يعني اللي بتبقى ناتجه عن ده. يعني ما هو تضارب المصالح ده بيخلي الامور داخله ببعضها وسايحه، وبيضر المنظومه طبعا. انا ما اعرفش تتعمل ازاي، بس هي واضحه. يعني انا اذكر انه في فتره معينه كان مدرب المنتخب ما يقدرش يشتغل في الاعلام او العكس، يعني لازم يبقى فيه فصل شويه ان شاء الله مؤقتا. يعني انا فاكر كابتن ربنا يصبحه بالخير عصام عبد المنعم كان رئيس القسم الرياضي في الاهرام، بطل يكتب لما كان رئيس اتحاد الكوره. انا دي حضرتها بنفسي. هو طواعية من غير قرار ومن غير قوانين الراجل قال انا مش هكتب. بس هيكتب ايه؟ هيجي يتكلم عن يعني الاتحاد هيقول ايه؟ هو من نفسه استشعر الحرج فقال لك. انا بيني وبينك استغليت الفرصه ايامها، كنت باخد كل الاخبار الحلوه لجريده الاخبار ازاي. وهو كان بيقول ان هو عايز يطلع الافكار بتاعته كرئيس اتحاد. دي كانت مرحله مهمه جدا، واعتقد ان هي لابد ان يكون هناك فصل في هذه الامور، لانه العمليه محتاجه محتاجه شفافيه. او زاطت طبعا زاطت لا لو زاطت يبقى نقول كده يبقى لين الحلقه بقى. مش عاوزينها طالما كده يبقى ما بدهاش وعلى راي كريم ما تزيدش اكتر من كده. نورتني يا مسيو جمال والله بجد كالعاده. يعني صباح الفل على حضرتك، وان شاء الله اشوفك على خير قريب. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، وان شاء الله يتجدد اللقاء بكره يوم جديد وحلقه جديده 10 الصبح بالاهلي. صباح الفل.